رياضية جمالية وأيضا وهذا الأساسي من انضباط سلوكي. اليوم غادي نتكلموا على الفضاء العمومي، التزام ومسؤولية. أراهن عليه كذلك لكي يرقى بهذه المدينة نحو مصاف المدن العصرية الحديثة، رغم أنها أحداث كانت مرتبطة بحالة منفردة. سأقف وسأحترم، ولكن لو سلوك مزور، لأنه إذا غاب الشرطي سأعود إلى سيرتي. مع تحديد مسطرة دقيقة ومؤرخة. المسطرة الإدارية باش ينشئوا ذاك السانديك من خلال شكوى عميقة ومطالبة بإيجاد حلول. بخصوص المحور الأول، البنية التحتية، فلاحظ المتدخلون. ولعل ذلك ما يبرز مدى أهمية الجانب الثقافي والتربوي. هناك وعي لدى الجميع من أعلى مؤسسات البلاد إلى المؤسسات المحلية وإصراركم الكريم على إحاطتها بعطفكم السامي. بالزحف أدخل مع الناس، أحايد عليا، أحايد هيدا، بعد هيدا، لا طعيلي قلدي شي ورقات، على الله، على الله ما يكون لا صف لا ضروري قهوة.